عشق المسرح منذ طفولته من خلال بدايته في المسرح الكويتي، فكبر هذا العشق حتى أصبح يسكن فيه. عايش أجيالاً وتعامل مع أجيالاً من الفنانين، قدم العديد من المسرحيات على خشبة المسرح، تتلمذ على يد الفنان الكبير الراحل زكي طليمات من أعماله المسرحية مسرحية بيت بصالح، مسرحية صقر قريش، مسرحية آدم وحواء، مسرحية عشت وشفت، مسرحية اغنم زمانك، مسرحية الكويت سنة 2000، والعديد من الأعمال الإبداعية التي شاهدتها خشبة المسرح. فلنحيي جميعاً الفنان القدير علي البريتشي.